بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الكلام مع جزء الانترنال كنترول، وكنا اتفقنا ان احنا نبتدي الاول بشرح السيستم كنترولز بشكل من التفصيل. جمعنا فيه في الهاند اوتس ديت المصادر المتاحة عندنا للسي ام اي، سواء ويلي او هوك او جلايد. وده يعتبر الفيديو الرابع معانا، بنتكلم لسه على احنا اتكلمنا على انترودكشن للسيستم كنترولز، واخدنا المقدمه بتاعت الحزينه دي بتاعت هوك، وبعد كده شفنا ايه الثريتس اللي بتقابل السيستمز الانفورميشن سيستمز عندنا النهارده في الشركه. وبعد كده اتكلمنا على الكلاسيفيكيشنز بتاعت الكنترولز، وقسمناها لجنرال كنترولز وابلكيشن كنترولز. واتكلمنا بشكل سريع عن الجنرال كنترولز، وقلنا ان هي فيها كاتيجوريز ثلاثه، واحده مرتبطه بالاورجنايزيشن والاوبريشن، وفيها الادمن كنترول، واحدة مرتبطة بالجنرال بروسيجرز، وواحدة مرتبطة بالاكسسز كنترولز والسوفت وير والهارد وير كنترولز. طيب النهارده محتاجين ايه؟ كده اتكلمنا على الابلكيشن كنترولز، وقلنا ان هي انبوت وبروسيسنج واوت. النهارده عايزين نتكلم على برضه من الحاجات اللي شرحناها في الفيديو اللي فات، الريسك المرتبط بالانفورميشن سيستم، واتكلمنا على الحاجات اللي جايه في ال او اس بالتفصيل، وجبنا عليها امثله. ويأجلنا لو تفتكروا الحاجات اللي هي الفيروسز والورم والتروجن هورسز والكلام ده للجزء بتاع الانترنت سيكيورتي، وده هيبقى في الشرح في الاخر بعد الابلكيشن كنترولز. طيب النهارده احنا محتاجين نعرف ايه هي الستبس بتاعه الانفورميشن سيكيورتي بلان. النهارده عشان اعمل بلان احمي بيها السيستم بتاعي، لابد من انا امشي على خطوات محدده عشان ما فيش حاجه مني تجلي. الحته ديت عشان تعرف تتصورها كويس، انا نصحت كذا مره يا جماعه نتفرج على الانترودكشن اللي بتحسن التصور بتاعت الانترنال كنترول، لاني بديهيا انا لازم اروح احدد الثريتس، ايه التهديد اللي بيقابلني كشركه. طبعا الثريت ده ممكن يبقى مرتبط بالكونفيدنشاليتي بتاع المعلومات اللي عندي، ان في ممكن يحصل ديسبوزال للريكوردز بتاعت الكاستمرز بشكل غلط. وفي الثريتس في حته تخص برضه الافيلابيلتي، انت النهارده ممكن يبقى عندك تهديد يخلي المعلومه ما تبقاش موجوده، مثلا يخش لك فيروس او حاجه زي كده والكلام ده. طيب الحمد لله عرفنا الثريتس، هنعمل ايه؟ عايزين نعرف بقى الريسك اللي جواها، الريسك اللي جوه الثريت ده. هنا محتاجين نحدد اللايكلي هود لوقوع الريسك اللي جوه الثريت، وايه الليفل اوف دامج، انا النهارده ايه اللي هيحصل يعني لو النهارده حصل التهديد ده. فممكن نتصور ان اي خطر زي السابوتج مثلا ده يعتبر بوتنشال دامج. انا افترض مثلا ان البوتنشال دامج بتاعه فيري هاي، واللايكلي هود بتاعته از كويت لو. ففي اللحظه ديت انا محتاج ابني الكنترول واصرف على الكنترولز على المقدار ده. عشان كده دايما كنا بنقول احسب الاكسبكتد فاليو اوف لوس، وما تصرفش في الكنترولز اكبر من الايه؟ اكبر من الاكسبكتد فاليو اوف لوس. فانت بمجرد عرفت المخاطر بتاعتك وحددتها، بديهيا هتروح تصمم ايه؟ هتروح تصمم الكنترولز بتاعتك. طبعا الكنترولز واحنا بنصممها بناخد في الحسبان اللايكلي هود بتاعت التهديد والخطر اللي جواه والبوتنشال دامج. اخطر حته هنا في الحقيقه في الكرييتنج بتاع الانفورميشن سكيورتي بلان حته الاكسس. ودي لازم يتعمل لها بوليسي محترمه جدا في الشركه تغطي الاكسس بتاعه الاكسترنال يوزرز، تغطي الاكسس بتاعه الامبلي كيوزرز، والبوليسي دي لازم تحدد ايه الليفل اوف اكسس اللي كل واحد لازم ياخده بناء على الجوب ديوتيز اللي بيعملها. وعشان كده بنبقى محتاجين نربط البروجرام اكسس مع الاي دي بتاعه كل موظف. وما ننساش طبعا وانت بتعمل البوليسي حته اللي انت لو حد مشي على طول تشيل الاكسسبيليتي بتاعته من على السيستم. دايما بندندن واحنا بنصمم اي سيستم، يا جماعه خلي بالك من الكوست بينفيت ريليشن شيب. فبيقول لك هنا ديفلوبنج ا كمبيوتر سكيورتي بلان بتدي للمانجمنت بتاعتنا الفرصه ان هي تسلكت من مجموعه من البوليسز بتاعت الكنترول والاجراءات الرقابيه اللي المفروض تحمي ايه؟ تحمي الفيزيكال اكسس، الفيزيكال فاسيلتيز بتاعت الشركه، وتحقق لي بقى السيفتي والبرايفسي والانتجريتي بتاعت الداتا. بس كل الكلام ده ما ينفعش يتعمل بمعزل عن الاخذ في الحسبان ايه؟ ان انا اعمل بالانسنج للكوست اجينست البنفيت. طيب
احنا دلوقتي محتاجين نخش على الجنرال كنترولز، النوع من التفصيل، التقسيمه او الهيكل العام اللي احنا ماشيين عليه. طبعا الهيكل بتاع مين؟ بتاع هوك. هوك بيقول لك والله الجنرال كنترولز، اول لما اقول لك جنرال كنترولز، طبعا الجنرال كنترولز زي ما احنا قلنا قبل كده برضو هي معموله عشان خاطر نطمن ان الكومبانيز كنترول انفايرمنت ستيبل وويل مانجد. وهوك هنا بصراحه بيقول لك الله يكرمك، اول لما اقول لك جنرال كنترولز انا عايز يجي في دماغك ثلاث حاجات اساسيه. اول لما اقول لك جنرال كنترولز عايز، يعني انت ممكن تفرحها ثلاث تفريعات كده، اول لما اقول لك جنرال كنترولز يجي في دماغك ثلاث حاجات ايه اساسيه. اولهم التنظيم اللي لازم يتعمل على الكمبيوتر فاسيلتيز والاوبريشنز بتاعت الكمبيوتر فاسيلتيز، وازاي هنا يبقى معانا اي تي بلاننج او ستيرنج كوميتي تاخد بالها من الاي تي فانكشن في الشركه بتاعتي. طبعا احنا هنا هنتكلم بقى ازاي احنا المفروض نحقق الاندبندنس للاي تي ديبارتمنت، ونحدد له الاثوريتيز والريسبونسابيلتيز بتاعته، ونتكلم على الادمن كنترولز سواء على المستوى اللي انت تعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز للاي تي فانكشن عن بقيه الفانكشنز في الشركه، واللي انت تعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز للاي تي فانكشنز جوه الديبارتمنت نفسه. يعني مثلا السيستم اناليست ما ينفعش ابدا هو والبروجرامرز يمنعوا اكسس على البرودكشن انفايرمنت والحاجات ديت، يبقى في سيجريجيشن اوف ديوتيز ويذين الايه الاي تي ديبارتمنت. وتاني حاجه ان احنا بنتكلم على الجنرال اوبريتنج بروسيجرز. الجنرال اوبريتنج بروسيجرز و الجنرال اوبريتنج بروسيجرز ديت، ان الراجل بتاعنا بتاع اللي هو التشيف انفورميشن اوفيسر او احيانا بيسموه التشيف تكنولوجي اوفيسر يحط لنا اجراءات عامه للتشغيل. الجنرال اوبريتنج بروسيجرز اللي احنا محتاجينها تكون بتغطي من اول الستارت اب بروسيس لحد ما سيادتك تقعد تكتب في بروسيجرز تخص الباك اب والريكفري بلان بتاعتك. طبعا كل الكلام ده لازم يبقى مكتوب ولازم يبقى متقبرف عليه من الليفل المناسب من المانجمنت. وحته الاكاونتابيلتيز والريسبونسابيلتيز لازم تكون متحدده بشكل واضح جدا. طيب تالت حاجه معانا في الموضوع ده الكنترولز على السوفت وير وعلى الهارد وير والاكسس كنترولز، ودي من الحاجات المفضله جدا للناس بتوع الامتحان في الحقيقه. وطبعا لما بنيجي نتكلم على الاكسس كنترولز احنا هنا بنتكلم على اللوجيكال سكيورتي وعلى الفيزيكال كنترولز، فبتغطي الناحيتين سواء السكيورتي على الداتا او السكيورتي على الاكويبمنت. طيب نرجع لموضوعنا تاني، بنقولنا ايه؟ احنا عايزين نخش بشكل مفصل شويه نشوف الكلام ده عامل ازاي في الثلاث كتب بتوعنا. بعد كده نروح نحل الاسئله اللي عليهم. بمجرد ان احنا مشينا through الديتيلز ديت وفهمناها وعملنا هايلايتنج على الكلام المهم فيها والكيوردز، هتحل الاسئله وانت حاطط رجلك على الريفيو ان شاء الله. طيب احنا قلنا ايه ببساطه؟ قلنا اول حاجه معانا في الجنرال كنترولز، اول ما اقول لك جنرال كنترول يتبادر لذهنك كام حاجه او كام تقسيمه؟ قلنا يتبادر لذهنك ثلاث تقسيمات. عايزين نتكلم على التقسيمه الاولانيه اللي هي الاورجنايزيشن والاوبريشنز بتاعت الكمبيوتر فاسيلتيز، ودي الغرض منها ان احنا ننظم تبقى في عمليه تنظيم جوه الكمبيوتر فاسيلتيز عندنا وللاوبريشنز بتاعه الكمبيوتر فاسيلتيز دي. احنا هنا بنحتاج يكون عندنا اي تي بلاننج كوميتي او بيسموه اي تي ستيرنج كوميتي تاخد بالها من الاي تي فانكشنز بتاعتنا. طبعا هنا نتكلم على اهميه ان انت تحقق الاندبندنس للديبارتمنت وتحدد الاثوريتيز والريسبونسابيلتيز بتاعته، ومؤكد هنخش على قضيه السيجريجيشن اوف ديوتيز، وهنتعرض للي انت لازم تخلي الانفورميشن سيستم سيبريتد عن بقيه الفانكشنز في الشركه وبقيه الديبارتمنتس، واللي انت تعمل اس او دي سيجريجيشن اوف ديوتيز ويزن الانفورميشن سيستم ديبارتمنت بتاعك نفسه. وهتشوف بقى مين يعمل ايه ومين ما يعملش ايه، والحته دي برضو من الحاجات اللي هي هيفي تيستد. فهنا هوك الحقيقه بادي كلامه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاي تي بلاننج او الستيرنج كوميتي ديت المفروض تاخد بالها من الاي تي فانكشن في الشركه. طب مين نتوقعه؟ مين معانا فيها في الستيرنج كوميتي ديت؟ طبعا هنتصور السينيور مانجمنت، هنتصور اليوزر مانجمنت،
الناس اللي هي بقى اليوزرز نفسهم وريبريزنتيف من الناس بتوع الاي تي. مطلوب من الباشوات دول ان هم يعملوا ريجولار ميتنج ويعملوا ويبقى الريبورتنج بتاعهم للسينيور مانجمنت. بس هنا في نصيحه لازم ناخد بالنا منها، لازم الاي تي فانكشن يبقى في بوزيشن جوه الشركه يضمن له ان الاسوريتيز بتاعته موجوده وان الاندبندنس بتاعته موجوده عن اليوزر ديبارتمنتس. فهنا هوك طبعا عشان كده بيتكلم على حته ادمن شويه، حته اداريه شويه درسناها زمان في المانجمنت، بس بيتكلم عليها هنا للاي تي انفايرمنت. فبيقول لك ان لابد من اللي احنا نضمن الستافنج بتاع الناس بتوع الاي تي دول يكون معمول بشكل جيد جدا، يبقى عندهم سفيشنت ريسورسز، يكون عندهم ستاف ناس كومبتنت ناس بتفهم. فهنا الاداره لازم تتاكد ان الناس اللي شغاله ديت داريانين بالريسبونسابيلتيز بتاعتهم بالنسبه لحته الانفورميشن سيستم، وان هم عندهم يكون sufficient authorities يقدروا يمارسوا بيها الresponsibilities دي. هوك برضو بيأكد على معاني إدارية بديهية، بيقول لك ان الresponsibilities ممكن يتعملها delegation طبعا، وهي المفروض يتعملها delegation، بس ايه طبعا تخلي بالك من ايه؟ تخلي بالك من segregation of duties، والduties محتاج يتعمل لها rotation، تعمل rotation ما بين الناس بشكل periodic، في تواريخ ما تكونش منتظمة قوي عشان تضمن برضو لو في حد بيعمل حاجة تكتشفها. هيمد لايم بيأكد لنا على الموضوع ده، بيقول لنا يا جماعة خلي بالكم في المودرن اورجانيزيشن النهاردة لازم تتشاف الانفورميشن تكنولوجي ديبارتمنت او الانفورميشن تكنولوجي فانكشن كسيبرت ايه؟ كسيبرت فانكشن، وتبقى يعني مكفينها من ناحية اللي هي بقى ليها الإدارة بتاعتها، ليها التكنيكال سكيلز بتاعتها، تبقى متكفية يعني. لأن من المهازل اللي بنشوفها النهاردة أن أنت تلاقي في شركات بتسمح لكل فانكشنال اريا، السبلاي تشين، الكوميرشال، الاكاونتنج في الشركة، أن هي تأكواير وتعمل أدمينستريشن للأون سيستم بتاعها، فتبقى مهزلة كل واحد يبقى شغال لوحده. طبعا ده الكلام ده ممكن يعمل لك سيريس بروبلم للكنترولز بتاعتك. بس مفيش حاجه ببلاش، من النهارده عشان اقدر اعمل واقدر اتريت الاي تي كسيبرت فانكشن في الشركه، طب انا لازم اروح اجيب مين؟ لازم اجيب عين واحد يبقى تشيف انفورميشن اوفيسر، لازم اجيب واحد تشيف تكنولوجي اوفيسر، واللي انت تروح تعمل لك انفورميشن ستيرنج كوميتي اللي المفروض طبعا انه يحط لنا الكوهيرنت دايركشن بتاع الاورجنايزيشن سيستم، غير كمان انه يحط لنا اولويات اصلا للبروجكتس بتاعه الاي تي. طبعا حته انك تعامل الاي تي كسيبريت فانكشنال اريا، ده زي ما قلنا لازم يخلينا نتكلم على حته السيجريجيشن اوف ديوتيز. وما بنتكلم على حته السيجريجيشن اوف ديوتيز لازم يتبادر لذهنك حاجتين، سيجريجيشن اوف ديوتيز للاي تي ديبارتمنت عن بقيه الفانكشنز في الشركه، اكاونتنج، سبلاي تشين، كوميرشال اوبريشن، و جوه بتاع الاي تي نفسهم بقى ما تخليش البروجرامرز هو اللي يعمل شغل الاوبريتورز مثلا، تبقى مصيبه. البروجرامر ده المفروض رجليه تتقطع عن الشغل الاوبريتور، والاوبريتور ما يكونش ليه اي فكره عن البروجرامنج، لما انت تخش في متاهه بنت ايه 60 في 70. طيب فاحنا دايما بنتكلم في السيجريجيشن اوف ديوتيز على حاجتين، قضيه اللي انت تخلي لي الاي تي نفسها سيبريتد عن بقيه الفانكشنز، واللي انت تخلي جوه الاي تي ديبارتمنت الناس سيبريتد ايه في شغلهم، السيستم انالست غير البروجرامرز غير الاوبريتور وهكذا. عشان كده تلاحظ ان ويلي هنا بيقول لك ايه، اي تي بيلونجز لمين؟ للاكاونتنج بس؟ للسبلاي تشين بس؟ للاوبريشن بس؟ لا، ده بيلونج للانتاير اورجانيزيشن مش لفانكشن بعينها. طيب معانا هنا ويلي الحقيقه عرض لك جدول، الجدول ده ويلي بيغطي بيه ال ال اس الاولانيه اللي هي اسمها ديسكرايب هاو السيجريجيشن للاكاونتنج ديوتيز ممكن تحسن لنا السيستم سيكيورتي. جايب لنا جدول هنا بيوريك ازاي انا محتاج اسيبريت الاي تي فانكشن عن بقيه السيستم يوزرز، سبلاي تشين، كوميرشال، اوبريشن، اكاونتنج وهكذا. جميل. وجوه الاي تي انفايرمنت وجوه الاي تي قصدي فانكشن محتاج ان انا اسيبريت شغل الناس بتوع الديفلوبمنت عن الاوبريشن عن الناس بتوع التكنيكال سبورت. فلابد من ان احنا نكون على وعي بالموضوع ده. طيب الجدول ده انا هاخدينه كوبي بيست من عند ويلي، بيبين لك
السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي بتابلاي على الاي تي فانكشن. ببساطه انا عايز افصل الاي تي ديبارتمنت او الاي تي فانكشن زي ما قلنا عن بقيه اليوزرز, وهو اعمل برضو السيبريشن المطلوب. فالناس بتوع الاي تي دول مسؤولين عن ايه؟ يعملوا اللي هم بروسيسنج للداتا والانفورميشن, يعملوا لها ستورينج, يعملوا لها ديسيمينيتنج, يعملوا لها ايه, يوصلوها لليوزرز. وافصلها عن مين؟ افصلها عن السيستم يوزرز اللي على الكفه الثانيه بقى. الناس دي مسؤوله عن ايه؟ دي المسؤوله عن الداتا انتري والدي تو دي بروسيسنج بتاع شغلهم زي الاكاونتنج مثلا, تمام. زائد كمان ان جوه الاي تي فانكشن انا محتاج افصل السيستم ديفلوبمنت عن السيستم اوبريشنز عن الناس بتوع التكنيكال سبورت. يعني مثلا السيستم ديفلوبمنت دول تلاقيهم في حته الابلكيشن بتاعت البروجرامز, الابلكيشن تلاقي الابلكيشن بروجرامرز والاناليست في الحته ديت هم اللي بيختاروا وبيطوروا السوفت وير بتاعنا. وعلى الناحيه الثانيه الناس بتوع الاوبريشنز السيستم اوبريشنز دول مسؤولين عن, او هتلاقي فيهم الكمبيوتر اوبريتورز وحته الوظيفه بتاعت الايه الانبوت والاوتبوت للداتا. وحبايبنا بقى بتوع التكنيكال سبورت فيهم البشوات بقى اللي هم الادمنستريتورز. هتلاقي هنا عندك بقى ادمنستريتور للداتا بيز, هتلاقي ادمنستريتور للنتورك بتاعتي عشان الداتا اللي بتقعد تتنقل على النتورك بتاعت الشركه, وما بين الهاردويرز المختلفه واللي جوه كل سوفت وير احنا شغالين بيه. والناس بتوع السكيورتي دول البوليس بقى, السكيورتي ادمنستريتور اللي المفروض يحددوا لنا الاكسس بتاعه اليوزرز ويعملوا كنترول على الحته ديت عشان ما تحصلش مهازل. ومعانا برضو من الناس بتوع السيستم تكنيكال سبورت السيستم بروجرامرز, وكل ده هوك هيتكلم عنه بالتفصيل. لان زي ما انت شايف مهم جدا جدا ان احنا نحدد بشكل واضح جدا الريسبونسابيلتيز بتاعه الاكاونتنج والاوبريشن سب سيستمز عشان خاطر نبقى متاكدين ان احنا محققين السيجريجيشن المناسب لاداء الريسبونسابيلتيز بتاعتنا اللي مطلوبه من كل فانكشن. عامه بيقولي بيقول يا جماعه الخير الله يكرمكم, بعد ما جاب الجدول يعني بيقول الله يكرمكم يا جماعه, اي تغييرات تتعمل على الماستر فايل, اي تغييرات تتعمل على الترانزاكشن فايلز لازم تبقى اوثورايزد. لازم تبقى اوثورايزد من مين؟ من الابروبريت اكاونتنج بيرسونيل قبل ما تعمل لها امبلمنتيشن. عشان كده بتلاقي شركات كتير جدا بيبقى عندها كنترول بوليسز كويسه جدا في الحته ديت, تقول لك لا يا حبيبي احنا نعمل فورم كده اسمها تشينج ريكوست فورم, دي نعمل بيها دوكيومنتيشن لليله كلها بتاعت التغييرات عشان يبقى دايما عندي معلومه منين حصل التغيير او منين بدا التغيير اصلا, ويبقى في سوبرفايزرز ابروفال. وهتلاقيه في بعض السيستمز ممكن تبروفايد لوج كده بيبين الريكوست تشينجز كانت جايه من عند مين, لانه لازم يبقى في كل ابلكيشن احنا شغالين بيه فانكشنز جوه الابلكيشن ديت نقدر نتراك بيها البروجرام تشينجز ونكنترول بيها الاكسس على البرودكشن فيرجنز بتاعه الابلكيشن. والكنترولز دي بنحتاج فيها السوبرفايزوري ريفيو كل بروجرام للبروجرام مينتيننس والريفيجنز بتاعته. طيب الكلام اللي قلنا ده هوك منظمه وحطه تحت عنوانين كبار. لو تفتكر الدخله بتاعتنا كانت عامله ازاي, قلنا يا جماعه الجنرال كنترول فيها عمليه التنظيم والاوبريشن بتاعت الكمبيوتر فاسيليتيز, عندنا هنا الكنترولز الادمن السيجريجيشن ديوتيز اللي انت تخلي الاي تي ديبارتمنت مستقل عن بقيه الديبارتمنتس في الشركه, واللي انت تعمل سيجريجيشن ديوتيز لنفس الاكتيفيتيز اللي جوه الاي تي ديبارتمنت نفسه. انا هنا بعمل كنترولز ادمن كنترول من ناحيه ان انا اعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز. قلت لك اول ما اقول لك سيجريجيشن اوف ديوتيز يتبادر لذهنك حاجتين, سيجريجيشن اوف ديوتيز بتفصل الاي تي ديبارتمنت عن بقيه الفانكشنز, وجوه الديبارتمنت بتعمل اس او دي المناسبه بتاعتك. وطبعا لازم تعمل يبقى عندك سوبرفيجن على الكنترول بروسيجرز. طب الكلام ده جايبينه هنا برضو بنوع من التفصيل من عند هوك من اول هنا كده, بيقول لك الزوزة تراديشنال سيجريجيشن ديوتيز بتاع المحاسبين المعروف اللي انت يبقى عندك اس او دي للاوثرايزيشن على الريكوردنج عن الكاستدي عن البريودك ريكونسيليشن ممكن ما يكونش بيتعمل بنفس الطريقه هنا عندنا في الانفورميشن سيستم ديبارتمنت, لان هو ليه شكل ممكن يكون مختلف شويه. طيب اول حاجه هيتكلم عليها ايه؟ سيبريت انفورميشن سيستم عن بقيه الديبارتمنتس في الشركه اللي هم مين؟ اللي هم اليوزرز. انا لازم افصل ده عن ده.
فبيقول لك هنا الناس اليوزرز الكوميرشال الاوبريشن وي 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 دول بيانيشيتوا بيأثورايزوا اول سيستم تشينجز، وبيبقى مطلوب مننا ان احنا يبقى عندنا فورمال ريتن اوثرايزيشن. الاسيت كاست دي بترمين مع اليوزرز، كل ديبارتمنت مع حاجته، ومحتاجين يكون عندنا ايرور لوج is maintained and referred to the users for correction. واليوزر هنا خلي بالك انت هنا محتاج تعدل حاجه. الداتا كنترول جروب زي ما هنشوف دلوقتي هم اللي بيعملوا فولوينج اب على الاخطاء دي. على الناحيه الثانيه محتاجين اللي احنا نسيبريت الريسبونسابيلتيز جوه بقى الانفورميشن سيستم ديبارتمنت نفسه، عشان انا لو رحت اديت لواحد انليميتد اكسس طب ما كده انا خلاص سلمت الشركه تسليم اهالي، ممكن يكسكيوت فرود بكل بساطه، فانا هفصل. بس خلي بالك اما افصل برضو انا مش هقدر اجارانتي ان الفرود هيتمنع، لاني الكولوجن يقضي لك على الحته ديت في ثانيه. هو الكولوجن ده اكن بيخلي في يوزر واحد، الكولوجن ده بيخلي اكن في ايه يوزر واحد. طيب هنا جايب لسته طويله جدا من الحاجات اللي لازم يعمل لها سيجريجيشن، وجاب لك بعد كده صم من الحاجات ديت تتكلم عنها بشكل من التفصيل اللي هي تعتبر بالنسبه لنا مور ريليفنت. فبيتكلم على سيبريشن ديوتيز، الناس اللي بيحللوا السيستمز، على اللي بيستخدموها، على الناس اللي بيعملوا داتا انتري، على السيجريجيشن عن الناس بتوع الداتا كنترول كليركس، عن البروجرامرز، عن الاوبريتورز، عن الناس اللي بيعملوا مانجمنت للنتورك، على الناس اللي بيعملوا ادمنستريشن للسيستم، عن الناس اللي معاهم الكاستدي، عن الناس اللي بيعملوا مينتنس وديفلوبمنت للسيستم، عن الناس اللي بيعملوا اي تغييرات في المانجمنت، عن الناس بتوع السكيورتي البوليس بتاعنا هنا، واخيرا الناس اللي بيعملوا اوديت. طيب نبتدي بالسيستم اناليست. بص بقى السيستم اناليست دول بكل بساطه مسؤولين ان هم يراجعوا السيستم اللي انت شغال بيه النهارده، ويتاكدوا ان هو فعلا بيقابل بيميت النيدز بتاعت اليوزرز، بيميت النيدز بتاعت الاورجنايزيشن، ولا مش بيعمل لها ميتنج، سيستم ملوش اي لازمه. وبعد كده يدوا لمين بقى؟ يدوا للناس بتوع البروجرامرز، يدوهم الديزاين سبيسيفيكيشن بتاعت السيستم الجديد. ف السيستم اناليست شغلهم واعي قوي ان هم يعملوا اناليسز للاورجنايزيشنال نيد، يعرفوا السيستمز اللي انا شغال بيها النهارده ايه السترينثز وايه الويكنسز بتاعتها، يحددوا ايه اللي اليوزرز اصلا عايزه من السيستم الجديد، يحددوا الريكويرمنتس اللي مطلوبه من السيستم الجديد ان هو يحققها عشان يقابل ايه النيدز بتاعت اليوزرز ديت، ويقيم البدائل بتاعت التصميم. طبعا يبتدي يبص لها بقى كوست بنفيت ريليشن شيب، احنا عشان نعمل السيستم الجديد ده ايه افضل اسلوب، ويحضر لنا اناليسز وريبورت يدوكيمنت بيه الديزاين بتاع البروبوز سيستم ده والسبيسيفيكيشنز ديت. السيستم اناليست ما ينفعش باي حال من الاحوال يعملوا بروجرامنج، ولا ليهم يبقى اي اكسس على الهاردوير، ولا يبقى ليهم اي اكسس على السوفت وير، ولا يبقى ليهم اي اكسس على الداتا فايلز. هيجي بقى البشوات بتوع البروجرامنج، ودول خلي بالك منهم جدا، الناس بتوع البروجرامنج دول هيعملوا لنا ايه؟ هيكتبوا لنا وهيعملوا تيستينج وهيدوكيومنتوا السيستم بتاعنا. فهم عندهم القدره ان هم يعملوا موديفاينج للبروجرامز، يعملوا موديفاينج للداتا فايلز والكنترولز. فالناس دي ما ينفعش باي حال من الاحوال تخلي ليهم اكسس على الكمبيوترز، ولا تخلي ليهم اكسس على البروجرامز في البرودكشن انفايرمنت. فهنا حتى جايب لك اهو كمثال بيقول لك if a bank programmer were allowed access to actual live data، خليت البروجرامر يخش على البرودكشن انفايرمنت جوه البنك، and had borrowed money from the bank، وهو كان اخذ قرض من البنك، البروجرامر could delete اللون بتاعه ده من على السيستم وزي الفل. فبيقول لك when programmers must do testing they should work with copies of records، يعني لو انت خلاص حبكت الناس دي لازم تعمل testing، خلاص خليه يشتغل على كوبي. ما ينفعش ابدا should not have authority الايه او opportunity او ability اللي هو يعمل اي تغيرات على الماستر ريكوردز بتاعت الايه بتاعت البرودكشن، تبقى مصيبه. طيب ده السيستم اناليست وده البروجرامرز. طيب الكمبيوتر اوبريتورز بقى هيشتغل فين؟ من كلمه من اسمه اوبريتور، هيشتغل فين؟ هيشتغل على الاكتوال اوبريشن بتاع السيستم، بتاع حته البروسيسنج بتاعت الداتا. الراجل ده ما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى عنده بروجرامنج فانكشنز، ما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى عنده القدره ان هو يعدل في اي برنامج. الراجل ده بيدور البروجرام، ما ينفعش يعدله ابدا، تمام؟ وتخلي دايما في روتيشن في البوزيشن ده،
تخليش واحد على طول لازق في الحته ديت، تبقى مشكله. فالموست كريتيكال سيجريجيشن هنا عندنا اللي احنا دايما بننادي بيه يا جماعه خلي بالكم منه، لازم نعمل سيجريجيشن ما بين البروجرامرز الناس اللي بيكتبوا البروجرام نفسه واللي يقدروا يعدلوا، والناس اللي بيدوروا البروجرام نفسه الاوبريتورز. هيجي بعد كده بقى الناس بتاعت اكتشاف الاخطاء والبوليس في الحته ديت، اللي هو احنا بنسميهم الداتا كنترول جروب، اللي بنسميهم مين؟ الداتا كنترول جروب. بس قبل ما نخش على الداتا كنترول جروب، خليني الفت انتباهك لحاجه. انت لو دخلت شركه لقيت ان البروجرامرز ليهم اكسس على البروجرامرز ليهم اكسس على البرودكشن، وان هم يقدروا يغيروا في البروجرامز اللي في البرودكشن انفايرمنت على طول، لو مثلا اكتشفوا ايرورز ينادوهم ويعدلوا الايرور ده هم البروجرامرز نفسهم وسابوهم يخشوا على البرودكشن انفايرمنت، اعرف ان هنا عندك مشكله في الانترنال كنترول بتاعت الشركه دي. عشان كده الناس دي لازم يعني من نقاط الضعف ان البروجرامرز دول يبقى ليهم اكسس على اللي انت تسمح لهم بتغيير البروجرامز والداتا فايلز لو كان مثلا اكتشفت خطا ولا حاجه. لان المفروض البروجرامرز دول بمجرد ان هم خلاص عملوا لك رايتنج وتستنج ودوكيومنتيشن للسيستم، تقطع رجليهم عن اي فرزر اكسس للبروجرام ده او الداتا فايلز دي. طيب هنيجي بعد كده بقى في حته اكتشاف الاخطاء. الحته دي مهمه جدا، انت ما فيش سيستم هيمشي كده سالك. هتلاقي معانا انهي جروب بقى؟ الشباب بتوع الداتا كنترول. خلي بالك الناس دي احنا عايزينهم تنظيميا كده يكونوا اندبندنت، يكونوا ايه؟ اندبندنت. الكنترول جروب ده هياخد الداتا من اليوزر ويلوج الداتا ديت، ويبقى مسؤول عن اللي هو يعمل مونيتورنج للبروسيسنج بتاعت الداتا ديت، هو مسؤول يعمل لها ريكونسليشن مع اللي دخل مع اللي خرج، ويديستريبيوت الاوتبوت لمين؟ لليوزرز الاوثورايزد. طبعا الناس ديت شغلها الشاغل اللي هو محتاج يعمل تشيكينج عشان يعرف هل في اخطاء عندنا ولا مفيش اخطاء، ولو في اخطاء اتصححت ولا ما اتصححتش. فالناس الشباب بتوع الكنترول دول بيمنتين ريجستر للكمبيوتر اكسس كودز، وبيعمل كوردينيشن للسكيورتي كنترولز مع الاذر كمبيوتر بيرسونال. ومطلوب من الشباب ديت حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هو يكيب الكمبيوتر اكونتس والاكسس اوثورايزيشن على طول اب تو ديت على طول. وزي ما قلنا they should be organizationally independent of computer operations، حتى معمولة هنا ليك ايه بالبولد كده. السيستم كنترول بيرسونال دول مش بنتكلمش هنا على الاوبريتورز، بنتكلم على الناس بتوع اكتشاف الاخطاء. السيستم كنترولز بيرسونال دول مسؤولين عن ايه؟ ان هم يكتشفوا ويصححوا الاخطاء ديت. تمام؟ عشان كده دايما بنقول اما بيبقى في اي ايرور يا جماعه تم اكتشافه خلال مرحله البروسيسنج بتاعت الداتا، الايرور ده على طول لازم نفر لمين؟ مين؟ لليوزر ديبارتمنت عشان يصححه. والشباب بتوع الداتا كنترول جروب هيعملوا فولوينج اب بقى ويطمنوا وميك شور ان الايرور ايه اتعمل له كوركشن، وان الداتا اتعمل لها ري بروسيسنج صح. عشان كده دايما بنتكلم هنا وبناخدها قاعده عشان خاطر حته الترانزاكشن اوثورايزيشن، مش عايزين اي حد من الانفورميشن سيستم جروب يبقى ليه اوثوريتي اللي هو ينيشيت او يأثورايز اي انترز او اي ترانزاكشنز جوه السيستم. لا يا حبيبي، اليوزرز من ناحيتهم محتاجين ان هم يبعتوا ويسبمتوا سايند فورم مع كل باتشايه من الانبوت داتا بتاعتهم عشان نتاكد ان الانبوتس ديت اتعمل لها، ان الانبوتس ديت فعلا اوثورايز، وان البروبر باتش كنترول توتال اتعمل. عامه هو الباتش كنترول توتال ده ببساطه ممكن تتصوره ايه؟ انت النهارده مثلا التوتال سيلز ريفينيو ده يعتبر البوتوم لاين بتاع اللاينز كلها بتاعت مبيعاتك، ده يعتبر ايه؟ ال 1000 جنيه او ال 200000 دولار اللي انت بعت بيهم دول، ده بنعتبره توتال. انا بقعد اقارن البروسيسنج اللي حصل بيه انديفيديوالي على اللاينز اللي حصلت ان هو بيساوي مع ال 200000 دولار دول، فبنعتبر مثلا التوتال سيلز ريفينيو ده باتش كنترول توتال للبيلنج بروسيسنج بتاعي. يعني لو تصورنا معانا باتشايه فواتير عملاء مثلا نقول 20 فاتوره عايز يتعمل لها بروسيسنج، دول المفروض يكونوا عاملين مونيتري اماونت مثلا ب 200000 دولار، ب 200000 دولار. الكمبيوتر هيتشيك الباتش كنترول توتال ده ابو 200000 دولار ده للباتشايه، ويروح يقارنها بالبروسيس توتال اللي اتعمل لل 20 فاتوره. والله لو الدنيا تمام هيعمل لك بوستنج، الدنيا مش تمام البوستنج هيبقى ريجكتد، والفرق ده لازم يتعمل له انفستيجيشن.
وطبعا الباتش كنترول دوتال بيستخدم على النواحي الفاينانشال زي ما اتكلمنا كده في الفواتير، ممكن يستخدم على حاجات تانية نون فاينانشال زي الساعات اللي اشتغلوها الموظفين يعني. المهم نرجع هنا لموضوع الشباب بتوعنا بتوع الداتا كنترول جروب، دول لازم يعملوا فيريفيكيشن للسيجنتشرز ويتاكدوا ان الباتش كنترول توتالز اللي هم ال 200000 دولار في مثالنا قبل السبميتنج بتاع الانبوت ده عشان يتعمل له بروسيسنج لازم يطمنوا ان الدنيا مظبوطه. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك داتا كنترول جروب بيرسونال should verify the signatures and the batch control totals before submitting مثلا الـ input for processing to prevent a payroll clerk for instance مثلا اللي هو يسبميت an unauthorized pay increase، يعني يروح يزود مسعد 30% في مرتب الشهر اللي جاي. لا، الناس دي الغرض منها ان هي تطمن ان الكلام ده ما يحصلش. هيظهر عند كده بعد كده عندك ناس اسمهم الداتا كونفرجن اوبريتورز. من اسمهم كده بيعملوا ايه؟ الناس دي مطلوب منها ان هي تبرفورم التاسك بتاعه ايه الكونفرتنج بتاع الداتا، وان هم يعملوا ترانسميتنج للداتا في السيستم بتاعنا، ودول ما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى ليهم اكسس على اللايبرري ولا على البروجرام دوكيومنتيشن ولا كمان يبقى ليهم اي وظائف في الانبوت والاوتبوت كنترول ريسبونسبيلتيز. الناس بقى ليهم اللايبريانز اللي هم بيمنتين الدوكيومنتيشن والبروجرامز والداتا فايلز، الناس ديت المفروض اللي هي تريستريكت الاكسس بتاع الداتا فايلز والبروجرامز الا بس للاوثرايز بيرسونال في توقيتات معينه. الناس دي وظيفتها بتمنتين الريكوردز بتاعه الشركه وبتراجعها بشكل ايه بشكل ريجولر. هنا اللي بيراجع الموضوع ده بشكل ريجولر هيقول لك الناس مين حبايبنا بتوع الداتا كنترول جروب، الناس المسؤولين عن اكتشاف الاخطاء، وكذلك بيظهر دورهم هنا. خلينا نعملها كده، الداتا كنترول جروب بيظهر برضه عشان خاطر يطمن ان مفيش اي ايفيدنس ان في اي unauthorized use. طبعا الناس دول ما ينفعش يكون ليهم اكسس للايه للاكويبمنت، الناس دي بتشتغل بس على الداتا فايلز. عشان كده من الحاجات المهمه جدا ان انت لو جايب السيستم ده من حد بره ما ينفعش اي حد في الشركه يكلمه يقول له تعالى عدل الحاجات، لازم تخلي فيه اوثرايزد بيبول بس هم اللي ممكن يعملوا ايه يعملوا الكلام ده. بعد كده طبعا من الوظائف المهمه جدا واللي لازم تبقى سيجريجيتد عن الوظائف الثانيه الناس الادمنستريتورز بتوع الداتابيز. الناس دول في الحقيقه هم اللي بيكنترولوا حته الاكسس على الفايلات المختلفه في الشركه، وهم اللي بيعملوا البروجرام تشينجز، وهم اللي بيعملوا السورس كود اصلا وبيخلوه افيلابل للناس اللي طالبينها يعني. الداتا بيز ادمنستريتور بيقول لك هنا اللوكيشن اوف اني اوف سايت ستورج فاسيليتي شود بي نون باي از فيو بيبل از بوسيبل. الداتا اللي انت ايه بتعمل لها ستورج ده هنا دي بقيت الكلام ده مش مرتبط بال داتا ادمنستريتور. بيقول لك no information system personnel should have access to any assets that are accounted for in the computer systems. ده كان كلام سريع كده قاله استاذ هوك في الوظائف اللي انت بتعملها segregation جوه الديبارتمنت بتاع الاي تي. هنا بيقول لك the process of learning how the current system functions بيحدد النيدز بتاعت اليوزر، بيحدد النيدز بتاعت اليوزر خلاص على طول السيستم اناليست. فده في مرحله السيستم اناليسز ودي احنا عملناها عليها هايلايتنج واتكلمنا عليها بالتفصيل في سيكشن اف. الموست كريتيكال اسبيكت للسيجريجيشن اوف ديتوز جوه الديبارتمنت بتاع الاي تي يبقى ما بين مين ومين قلنا؟ يبقى ما بين البروجرامرز والناس بتوع الاوبريتورز. لازم تقطع رجل البروجرامر عن البرودكشن عن البرودكشن انفايرمنت. طيب الشق الثاني في الجنرال كنترول حته السوبرفيجن، احنا بنحتاج هنا ادكويت سوبرفيجن على الناس اللي شغاله في السيستم كنترول بروسيجرز. السوبرفايزرز ممكن يسبوت اي ويكنسز، السوبرفايزرز يعرف يعني ده اللي بنحط عليه الامل اللي هو يكتشف الاخطاء ويحدد الديفيشنز عن الستاندرد بروسيجرز اللي احنا حاطينها. من غير adequate supervision الكنترولز may be neglected او ممكن حد يحاول اللي هو ايه يتخطاها.
طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا في الانترنال كنترول بشكل عام، ودي موجوده في الكنترول انفايرمنت كومبوننتس في الاتش ار بوليسز، ان احنا يبقى عندنا فاكيشن رول. لان هتلاقي حالات فروض كتير جدا ظهرت بسبب ان الشخص لا قاعد في مكانه وما بيتحركش ولا بيتعمل له روتيشن ولا بياخد اجازات، ويبتدي هو مداري على حاجه وعلى فرودلنت اكتيفيتي بيعمله لسنين ايه؟ لسنين طويله. احنا ده الشق كده الاولاني خلص اللي هو مرتبط بيه الحته بتاعت التنظيم بتاع الكمبيوتر فاسيلتيز وحته الاوبريشنز بتاعتها، واتكلمنا على السجريجيشن ديوتيز خلاص. عندنا الشق الثاني من الجنرال كنترول، الحته المرتبطه بقى بالايه؟ ان الراجل بتاعنا يبتدي يحط اجراءات تمشي الديبارتمنت بتاعه، وان الكلام ده لازم يتعمل بشكل فورمال ويتكتب ويتقبرب عليه ويتحط قلنا على الويب سايت او يتحط على شير درايف معين، ولابد من احنا نحدد الاكاونتابيلتيز والريسبونسابيلتيز بتاعت الناس بشكل جيد، وان احنا لازم نعمل لها دوكيومنتيشن وعلى طول تبقى معمول لها اب تو ديت ويتقبرب عليها من الليفل المناسب من المانجمنت. البروسيجرز بتغطي سيادتك بتغطي كل حاجه من اول الستارت اب بروسيس بروسيسنج لحد ما توصل لحته الباك اب، و اللي انت لو حصلت مصيبة ازاي تشتغل. هنا بقى بيلفت انتباهك بيقول لك لا خلي بالك التاسك ديسكريبشن لازم تتكتب لكل جوب فانكشن عندنا، البرسونال اللي عندك في الديبارتمنت لازم تدربهم على الجوبس ديت، واللي انت تاساين الديوتيز وتعمل روتيشن بشكل بريوديك. لازم برضو تضمن ان يكون عندك فيزيكال سيف جاردز موجوده على الفورمز اللي بتستخدم، تمام كده؟ عشان ما دي تعتبر بالنسبه لك حته مهمه جدا. من الحاجات المهمه اللي انت تخلي اي فورم بتستخدم تكون ليها سيكونشال نمبرز. من الحاجات برضو اللي اشار اليها هو هنا التيرن اراوند دوكيمنت، اللي هو يعتبر دوكيمنت انت سيادتك بتوديه في بوكسز مثلا فاضيه الطرف الثاني بيملاها وترجع لك، فبتلمت التشانسز اللي يبقى فيه ايرورز في مرحله الانبوت. هنا مثلا مديك مثال المجازين سبسكريبشن رينيوال نوتيسز، السبسكرايبر ريتيرنز ويز رينيوال انستراكشنز، بتسيب مكان يتحط فيه الحاجات دي. ومثال ثاني برضو الحته اللي فوق في فاتوره العملاء بيتحط فيها المبلغ اللي دفعه العميل. طبعا اللي شاف فيديوهات سيكشن اف اتكلمنا بالتفصيل على الاوبريتنج بروسيجرز الخاصه بالسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، واتكلمنا عنها بتفصيل الممل. طيب الشق الثالث من الجنرال كنترول السوفت وير والهارد وير والاكسس كنترولز، والحته دي من الحاجات التستد في السي ام اي برضو بشكل كبير، ودي نخليها ان شاء الله للفيديو اللي جاي.